السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي، وهو أهم الأساسيات الخاصة بالماس للمرحلة الابتدائية ككل. يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها، وهي دي الأساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونكررها مع بعض، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي أيام الأسبوع أو days of the week. days of the week أو أيام الأسبوع، وهي أول حاجة Sunday، Sunday أو يوم الأحد، Sunday، Sunday، Monday أو يوم الاثنين، Tuesday الثلاثاء، Wednesday الأربعاء، Thursday الخميس، Friday الجمعة، and Saturday، Saturday ويوم السبت. فدي أول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحافظينها كويس قوي، اللي هي days of the week. تاني حاجة months of the year، شهور السنة. لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة أو months of the year. January، January أو شهر يناير، February، February أو شهر فبراير، March، مارش أو شهر مارس، أبريل، أبريل أو شهر أبريل، ماي، ماي أو شهر مايو، جون، جون أو شهر يونيو، جولاي، جولاي أو شهر يوليو، أوغست، أوغست أو شهر أغسطس، سبتمبر، سبتمبر أو شهر سبتمبر، أكتوبر، أكتوبر أو شهر أكتوبر، نوفمبر، نوفمبر أو شهر نوفمبر، وديسمبر، ديسمبر أو شهر ديسمبر. هما 12 months أو 12 شهر. يعني ال year الواحدة أو 1 year equal 12 months. يبقى كده دي تاني معلومة لازم نكون عارفينها، وما ننساش طبعا ان 1 week equal 7 days. there are 7 days او في 7 ايام في الاسبوع، يعني 1 week equal 7 days. و there are 12 months of the year، يعني 1 year equal 12 months. تالت حاجة لازم نكون عارفينها كويس حاجة اسمها ال ordinal numbers. الأوردينال نمبرز أو الأرقام أو الأعداد الترتيبية. يعني مثلا لو احنا في سباق، أول واحد بنقول عليه الأول، أول واحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الأول. الأول ده بنقول عليه first، first زي ما احنا شايفين قدامنا، زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو الأول رقم واحد first. التاني بنقول عليه second، second يعني التاني، third يعني الثالث، fourth يعني الرابع، fifth يعني الخامس، sixth يعني السادس، seventh يعني السابع، eighth يعني الثامن، ninth يعني التاسع، وtenth، tenth يعني العاشر. مرة كمان، first، first، second، second، third، third، fourth، fourth، fifth، fifth، sixth، sixth، seventh، seventh، eighth، eighth، ninth، ninth، tenth، tenth. ولازم كمان نكون عارفين الشيبس، الشيبس او الاشكال او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها.
والشيبسي أصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس. أولهم الترايانجل ترايانجل ترايانجل أو المثلث، ريكتانجل 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 أو المستطيل، سكوير 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 أو المربع، سيركل 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 أو الدائرة، وكمان ستار 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 النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها، وأوفل أوفل 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 اللي هو الشكل البيضاوي زي ما احنا شايفين قدامنا. فدي تعتبر أهم الأشكال الهندسية أو الشيبس اللي لازم نكون عارفينها. وفي حاجة كمان اسمها السوليدز، السوليدز أو المجسمات. السوليدز اللي هي الأشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها من اتجاهات مختلفة، وهي بتبقى 3D 3 dimensional shapes أو أشكال هندسية مجسمة، فبنقول عليها solids solids أو المجسمات. وهي دي شكلها. أول حاجة السلندر، السلندر أو الشكل الأسطواني زي ما احنا شايفين قدامنا، هو شكل أسطواني عامل زي الأسطوانة، فده اسمه سلندر سلندر. تاني حاجة الكيوب، الكيوب أو المكعب، كيوب كيوب كيوب. تالت حاجة الكيوبويد، الكيوبويد أو الشبه مكعب، كيوبويد كيوبويد كيوبويد. رابع حاجة الكون، الكون أو الشكل المخروطي، وهو شبه الكون واللي احنا بناكله في الصيف، بس هو بيبقى محطوط بالمقلوب كده، ده اسمه الكون كون 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 أو مخروط. خامس حاجة البيراميدز، البيراميدز البيراميدز أو الشكل الهرمي أو الشكل الهرمي البيراميدز. وآخر حاجة سفير 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 أو الشكل الكروي. فدي طبعا السوليدز، السوليدز أو المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس. في أشكال تانية للمجسمات وفي أشكال تانية للشيبس، أنا بقول لكم أهم حاجة هتتكرر معاكم كتير، دي الأساسيات اللي لازم تكونوا حافظينها كويس وعارفينها زي اسمكم. بعد كده في أصحابي بعض الإكسبريشنز أو التعبيرات أو المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر واحنا بنحل أي problem أو أي math problem أي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها ازاي ونفهم حتى السؤال. اول كلمة اسمها adding، adding adding يعني الجمع، جاي من addition، addition يعني الجمع. تاني كلمة اسمها subtracting، subtracting 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 يعني الطرح، جاي من subtraction يعني الطرح. وطبعا في حالة الادنج او في حالة الاديشن اللي هي عملية الجمع، العلامة اللي احنا بنحطها هي البلس زي ما احنا شايفين قدامنا، بلس يعني زائد بلس. وفي حالة السبتراكتنج او السبتراكشن او الطرح بنحط الماينس، ماينس يعني ناقص ماينس. وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة او بنطرح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة، قبل النتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 او يساوي. وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي ال greater than greater than greater than أو more than اللي هي أكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا، وهي عاملة زي ما احنا شايفين بق السمكة كده. طبعا السمكة بتبقى فاتحة بقها ناحية الحاجة الأكبر أو الأكل الأكبر اللي هي بتحب تاكله، فالعلامة دي بنسميها greater than أو more than، وهي بتبقى بصة الناحية دي، بتبقى بصة ناحية الرقم الأكبر. عكسها كلمة smaller than smaller than أو less than، smaller than أو less than يعني أصغر من، smaller than smaller than أو أصغر من. وطبعا لو عندنا رقمين
قد بعض بنقول عليه equal to equal to مساوي لي. لو الرقمين قد بعض مش هينفع نحط بينهم لا greater than أو أكبر من، ومش هينفع برضو نحط less than أو smaller than أو أصغر من، فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to equal to أو مساوي لي. وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي ان طبعا العلامة بتاعت greater than و smaller than الاتنين عاملين زي بق السمكة، فاحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الأكبر، فاحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الأكبر، وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين رقمين. يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الأكبر سواء كان هنا أو كان هنا. لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده أكبر من الرقم ده، لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده أكبر من الرقم ده، أو الرقم ده أصغر من الرقم ده. المهم ان احنا نبقى عارفين ان العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة ناحية ايه؟ ناحية الرقم الأكبر، ناحية الرقم الكبير. وطبعا لازم نكون عارفين الأحاد أو الونس. ونس يعني أحاد، وتنس يعني عشرات. الونس والتنس طبعا يا أصحابي هما المكونات، هما الخانات بتاعت أي رقم. وطبعا موضوع الونس والتنس ده اللي هي الأحاد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها place value أو القيمة المكانية لأي رقم في الأرقام. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هو متكون من ونس، وادي الونس place، وتنس ادي التنس place، وكمان في عندنا 100 أو 100 place اللي هو الخانة بتاعت المئات. كل خانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا بنقراه 700 81 80 عشرات 1 و1 في الونس أو في خانة الأحاد. فكل رقم من دول أو كل ديجيت من دول في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه أو في الرقم اللي احنا بنقراه بيبقى ليه قيمة، قيمة مكانية. يعني الوان ده أو الواحد ده لما بيبقى موجود في خانة الونس بيبقى قيمته واحد بس، لكن لو هو موجود في خانة التنس أو في خانة العشرات بدل ما بيبقى قيمته 1 أو 1 بيبقى قيمته 10 أو 10. دي اسمها الـ place value. الـ place value أو القيمة المكانية الخاصة بكل رقم إحنا بنقراه في الأرقام، الخاصة بكل عدد إحنا بنقراه في أي رقم إحنا بنقراه أو بنكتبه. يعني ده اسمه رقم. كل خانة من دول بيبقى فيها عدد أو فيها ديجيت، الديجيت ده بيبقى ليه قيمة. لو هو في الونس هيبقى قيمته أحاد اللي هو 1 واحدة بس، لو موجود هو في التنس هيبقى قيمته عشرات، لو هو موجود في الهندردز كمان هيبقى قيمته مئات. فدي اسمها الـ place value، لازم نبقى عارفينها كويس. لازم كمان نكون عارفين الـ ascending order. ascending order أو الترتيب التصاعدي ascending order، وطبعا ده بنرتب فيه الأرقام من الصغير أو from the smallest to the largest أو من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اسمه ascending order. ascending order. ولازم كمان نكون عارفين الـ descending order. descending order. descending order أو الترتيب التنازلي، وبنرتب فيه الـ numbers أو الأرقام from the largest to smallest أو من الكبير للصغير 4 3 2 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. دي اسمها descending order. descending order أو الترتيب التنازلي. وطبعا يا أصحابي لازم نعرف نقرأ الـ clock أو الساعة. الـ clock أو الساعة أول حاجة لازم نكون عارفينها خاصة بالـ clock أو الساعة، إن الساعة العقارب بتاعتها أو الهاندز بتاعتها بتتحرك كده هو بالشكل ده من 1 لـ 2 لـ 3 وهكذا، بتلف في الاتجاه ده. تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن الكلوك أو الساعة إن هي طبعا فيها عقارب أو هاندز، ده اسمه الليتل هاند أو العقرب الصغير، وطبعا ده اسمه البيج هاند. البيج هاند أو العقرب الكبير. الليتل هاند ده أو العقرب الصغير ده
بيشاور على الساعات. يعني هنا دلوقتي الساعة 3, 3 o'clock, 3 o'clock. والبيج هاند أو العقرب الكبير ده بيشاور على المينتس, المينتس أو الدقايق. فهنا طبعا لو هو على 12 أو على رقم 12, في حالة إن احنا بنقرأ المينتس أو الدقايق في الكلوك أو الساعة, بنعتبر ال 12 دي هي رقم 0, 0. بعد ال 12 دايما بنعد المينت, يعني بعد, يعني لو بعد ال 12 بمينت واحدة بنقول 3 o'clock and 1 minute, بيبقى هنا في دقيقة. وطبعا في بين ال 12 وال 1 5 minutes, هنا 5 نقاط كل نقطة منهم minute. وفي بين ال 1 وال 2 5 minutes هنا, أو 5 دقايق. وفي بين ال 2 3 هنا 5 minutes هنا, أو 5 دقايق, وهكذا. بين كل رقم ورقم من دول 5 minutes أو 5 دقايق. يعني لو البيج هاند أو العقرب الكبير بيشاور على 1 هنقول 3 o'clock, زي ما احنا شايفين ان الليتل هاند بيشاور على 3, يبقى 3 o'clock أو الساعة 3. and هنقول 3 and 5 minutes, يبقى هنقول الساعة 3 و 5 دقايق, 3 and 5 minutes. طب لو هو بيشاور على ال 2 هنا, ال big hand ده بيشاور على ال 2 هنا, 3 and 10 minutes, 3 and 10 minutes, يعني الساعة 3 و 10 دقايق. طب لو ال little hand أو العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على ال 3 أو الساعة 3, وال big hand ده أو العقرب الكبير ده بيشاور برضو على 3 أو على 3, فهنقول ايه في الحالة دي يا اصحابي؟ هنقول 3 او الساعة 3 and 15 minutes, 15 minutes و 15 دقيقة و 15 دقيقة. وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم. وزي ما واضح قدامنا في المثال ده, الـ little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات بيشاور على الساعة 3, فبنقول 3 hours, 3 hours أو 3 ساعات. والبيج هاند أو العقرب الكبير بيشاور على 4, يعني 20 دقيقة, 5 و 5 و 5 و 5, يعني 20 minutes أو 20 دقيقة, يبقى 3 hours and 20 minutes or 3 and 20 أو الساعة 3 و 20 دقيقة. وبكده احنا خدنا فكرة ازاي بنقرأ الساعة أو how to read a clock. وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلمه واحنا بنتعلم الماس في المرحلة الابتدائية. لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او الداي equal 24 hours او في 24 ساعة. الداي equal, day equals 24 hours او اليوم بيساوي 24 ساعة. والhour او الساعة الواحدة equals 60 minutes, فيها 60 دقيقة. One hour equal 60 minutes أو الساعة الواحدة بتساوي 60 دقيقة. وإن الجنيه أو ال 1 pound بنرمز لي ب LE, LE capital. 1 pound, الباوند بنقول عليه, بنختصره ونكتب بداله LE, أو هو ده اختصار لكلمة اسمها ليفر جيبسيان أو جنيه مصري. طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات اللغة الانجليزية وبقى اسمها LE او اختصار الخاص بكلمة pound او جنيه. وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة complete. complete يعني اكمل. complete, complete يعني اكمل. count, count يعني عد. count, count يعني عد. draw, draw يعني ارسم. draw, draw يعني ارسم. join, join او match, join or match يعني وصل. join or match يعني وصل, توصل بين الحاجات يعني وصل. arrange, arrange يعني رتب. arrange, arrange يعني رتب. ولازم كمان نكون عارفين الفراكشنز. الفراكشنز او الكسور. ايه هي الفراكشنز او ايه هي الكسور؟ زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الفراكشنز, فراكشنز او الكسور.
يعني الواحد صحيح زي ما احنا شايفين قدامنا، لو رمزنا لها مثلا ببيتزا او بفطيرة كبيرة، دي اسمها one whole او واحد صحيح، one whole واحد على بعضه. لما بنيجي نقسم الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص، ده بنسميه one half، one half او نص، one half يعني نص. طب لو قسمناها على تلاتة، كل جزء من التلات أجزاء دول بنسميه one third، one third أو تلت، one third أو ثلث. طب لو قسمناها على أربعة، لو قسمنا الواحد الصحيح ده على أربعة، كل جزء منهم بنسميه one quarter، one quarter أو ربع، one quarter. طب لو قسمناها على خمسة، كل جزء من الخمس أجزاء دول بنسميه one fifth، one fifth أو خمس، one fifth. طب لو قسمناها على ستة، كل جزء من دول بنسميه one sixth، one sixth أو سدس، one sixth. طب لو قسمناها على تمن أجزاء، بنسميه كل جزء منهم one eighth، one eighth أو تمن، one eighth. طب لو قسمناها على 10 أجزاء، بنسمي كل جزء من دول one tenth، one tenth يعني عشر، one tenth. ولو قسمناها على 12 جزء، كل جزء من ال12 جزء دول بنسميه one twelfth، one twelfth يعني واحد على 12، من يعني واحد على 12، one twelfth، 1/12 يعني واحد على 12 من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدام. وكمان لازم نكون عارفين حاجة اسمها relative positions. relative positions أو العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions. relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده، يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين السكوير او الكيوب اللي تحت منه ايه، ان هو above، above يعني فوق منه، above يعني اعلى، اعلى يعني هو اعلى منه. طبعا الدوج هنا تحت السكوير او الكيوب ده، فبنسميه below، below يعني اسفل، يبقى above يعني اعلى، below، below يعني اسفل. طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه، ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind، behind يعني خلف، behind يعني خلف. طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه، ده بنسميه beside أو next to، يعني واقف جنبه بالشكل ده أو بالشكل ده أو بأي شكل، بنسميه beside or next to، next to إلى جانب برضه، beside next to. وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه، يعني بنسميه under، under يعني تحت، under، under يعني تحت. طب لو هو فوق منه، بس فوق منه بمسافة صغيرة، ممكن كمان نسميه over، over يعني أعلى، over يعني أعلى أو فوق. وطبعا لو هو واقف قدام، ولو جسم واقف قدام جسم تاني، بنسميه in front of، in front of أو أمام، in front of أو أمام. يبقى in front of عكسها behind، in front of أمام عكسها behind، و over عكسها below، over فوق عكسها below، below تحت، و under، under عكسها above، under عكسها above. وطبعا beside هي هي next to أو beside إلى جانب، بتساوي برضو next to إلى جانب، نفس المعنى. وطبعا في حاجات تانية كتيرة هتعرفوها من خلال المناهج اللي انتوا بتدرسوها. انا بقول لكم الاساسيات بس اللي لازم تكونوا حافظينها وعارفينها كويس. وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى ان انا اشوف 1000 واحد استفادوا من درس النهاردة او 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، علشان الفايدة تعم. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد.
وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.